لا يمكن السؤال عن شكل حياة الناس في أثناء الحرب لأنهم تحت القصف أقرب للموت منهم إلى الحياة، فهي شبه حياة إذن. أما الحياة الكاملة فتبدأ بعد انتهاء الحرب وتوقف القصف ورفع الحصار. صباح يوم أمس بدأت الهدنة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية ومصرية، لكن السؤال الذي يشغل كثيرين: كيف يقضي الناس في غزة هذه الهدنة؟ هل يستغلون توقف القصف ويسعون إلى مغادرة القطاع هربا من القتل الذي سيستأنف بعد أيام قليلة؟ الحقيقة أن الذي حدث هو العكس تماما، فعشرات من سكان القطاع كانوا عالقين عند معبر رفح في الجانب المصري واستغلوا فتح المعبر فدخلوا إلى القطاع مع بدء سريان الهدنة رغم ما ينتظر القطاع بعد انقضائها. ليس هؤلاء فقط، فألاف النازحين في المدارس وأماكن الإيواء عادوا إلى بيوتهم بكل طريقة ممكنة رغم تحذيرات الاحتلال لهم بعدم العودة. عوين رايحين؟ عوين؟ راجعين متعدين. رغم أن الاحتلال منع العودة للشباب، الشعب يعود متعدي بكل الصعاب. الشعب صمود لا يوسف. بوسائل التنقل كافة، بالسيارات، بالباصات، بالآلاف، بالمئات، الشعب مصر على العودة بطريقة يتعدى الموت. محاولات بعض العائدين إلى منازلهم قابلها جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص على العائدين إلى شمال القطاع، فقتل منهم 2 وأصاب عشرات، لكن هؤلاء ممن لم تدمر منازلهم بالكامل، فكيف بمن دمرت منازلهم تماما؟ بعض هؤلاء عادوا للوقوف على أطلال منازلهم المدمرة، وآخرون عادوا للبحث تحت أنقاض منازلهم عن كسوة الشتاء يتقون بها البرد القادم بعد انتهاء الهدنة. حنرجع المدارس وين؟ لا مأوى ولا حاجة، راحت الدار كلها. فحترجع المدارس النهار كله يعني تحت الركام، تحاول تطلع بشوية حزيات شوية ملابس، وآخر تقضي الليل في مراكز الإيواء. في خطورة أنت بالدولة؟ في خطورة، لكن برضو الوضع الاقتصادي أخطر، والأمور صعبة أنك تأمن احتياجاتك اليوم. في لقيت دولاب كامل عليه سقف زي ما أنت شايف، بنكسر فيه وسائل بدائية لأنه معدوم كل شيء يكون يساعدك في هذه الظروف، لكن ظروف أخطر، احنا بنشتغل في خطورة لكن ظروف. لم يكتفي الاحتلال بتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس، فحتى المقابر دمرها. هذه الأم حاولت في الهدنة زيارة قبر نجلها لتفاجأ بأن القبر غير موجود بعد أن قصفه الاحتلال الإسرائيلي. شاهدوا معي. الحمد لله بفتخر قوتي من إيماننا، والحمد لله وينصر المجاهدين في سبيل الله يا رب. يعني قطعة واحد من قلب الحمد لله إحنا صمدين. دنياها الفاسد حط حرته. رحت على قبر ابني اشوفه، لقيت المقبره عاملين عليها ايش؟ ضربين. كمان الاموات مش مسلكين منهم العدو الصهيوني هذا. كيف ينظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى حياة الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء الهدنة؟ يقول عمر: هذه هدنة للبكاء ونعي الضحايا الذين لم تمنح الحرب أحبابهم الفرصة لنعيهم. هذا شعب عظيم يستحق منا الدعم لكننا تخاذلنا. ويقول أنس: الشعب الذي لطالما اتهمه صهاينة العرب بأنه باع أرضه، اليوم أمام العالم كله يهرب من الأرض كلها إلى أرضه التي تقع تحت القصف. أما ليلى فكتبت: حتى جثامين الشهداء يخافون منها، يا له من جيش حقير يقتل كل شيء ويقصف كل شيء حتى الموت.